استاذ. أهلين. انا مندوب شركه الشعر الحرير اللي شعارنا وداعا للصلع واهلا بالشعر الطبيعي. استاذ معي كريم ساحر بيقدر يرجع لك شعرك خلال اقل من شهر. استاذ معي ازرق ابيض اصفر. تفضل استاذ. هلا فيقتني من النوم مشان تلعي لي قلبي. العمى ضربك لسه ما لحقت اقول لك اهلين كنت قاري لي جريده. ما بيلزمني يا اخي ما بيلزمني بلا ما يهروا هالكم شعره اللي صفيانين براسي. ولو يا استاذ انت اكثر واحد تقدر تستفيد من هذا العرض. بعدين بنصحك تلحق حالك. هلا الشركه عامله عرض بنص القيمه استاذ. امنت بالله على هالنهار ولك حبيبي حل عني. عم اقول لك العمى شو انك دبقه وقليل ذوق. العمى استاذ. شو والله لا امسح في درجه بنايه وشرشح وشرشح. عمى بونسوار مسيو. اسفين يمكن فيقنك من النوم. لا لا ولا يهمك مو مشكله. انا اصلا كنت فايق من الاول بس كنت عم صحصح يعني. بس ولا يهمكم هلا صحصحت تمام مشي الحال. نحن مندوبات من شركه رحام صحتك ومعنا اعشاب للاقلاع عن التدخين. وهالاعشاب مثل السحر يعني باسبوع واحد بتكون تارك الدخان ان شاء الله. سوري بس نحن ما سالناك حضرتك بتدخن؟ لا والله انا اسف اقول لك اني انا ما بدخن بنوم. لا تاخذنا اخذنا من وقتك نحن اسفين. طولوا بالكم طولوا بالكم ليش مستعجلين؟ خير مسيو في شيء؟ هو بالحقيقه انا احيانا يعني بدي اقول لكم اني بنفخ تنفيخ وخايف بكره تتطور حالتي وصير مدمن. بقى تفضلوا لجوا مشان تشرحوا لي طريقه الاستعمال. الله يسامحكم يعني لو اجيتوا من 4-5 سنين كنتوا لحقتوا الوالد الله يرحمه قبل ما يموت بسرطان الرئه لانه كان يدخن كثير. هو يمكن كان كتب له الشفاء على يدكم. تفضلوا حبيباتي تفضلوا اهلا وسهلا فيكم شرفوا تفضلوا. ليش هيك الركاب كله عم تطلع فيني؟ قوم وعدوا محلي يعني؟ وليش لحتى ما حدا يقوم غيري؟ بس محلي كلهم اكبر مني وانا اقرب واحد لمكانه. يلا سيدي هو اذا كان رجال كبير يعني وانا كمان عم اشتغل طول النهار وتعبان. بعدين ما حدا قال له يطلع والميكرو مليان ميكرويات مثل تراب. عم على الناس. على مهلك ابني بدي انزل على اليمين اذا بتريد. طول بالك شوي عمي. شو صار لك حجي؟ هلا نوصل على الموقف وبتنزل. يا عم كله بده يخالف؟ ما حدا بده يتقيد بالمواقف النظامية؟ نزلني هون ابني، لا تبعد علي المشوار الله يخليك. تفضلي يا أنيسة تفضلي تفضلي تعي محلي تفضلي. يا شكرا على واجب أهلا وسهلا فيكي. بتعرفي عش أو ما عش أو شو ما رح تلاقي لا مكرويات ولا هم يحسن. بعدين هاد وقت الراش أوى فيلم تبع جاكي شان. أرجيني اقتصاد سياسي معناتها بدك تفسحي حقوق حضرتك. أنا بدرس أنا وسنة معناتها طلعنا أصحاب. عفوا قصدي مو اصحاب زملاء. امانة الله شو بتحتاجي نوتات ما نوتات دروس خصوصي كتب ما كتب انا تحت امرك. شكرا شكرا. ليه؟ نزلنا على اليمين لو سمحت. لحظة شوي يا اخي رح نوصل على المول. نزلنا على اليمين مالك سامع. ديسان سياسي. ايه.